بكم. برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زين رئيسة مجلس النواب، عقد المجلس جلسته عن بعد لأول مرة في تاريخ العمل النيابي في مملكة البحرين، مواصلة لتحقيق المزيد من الإنجازات في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. عقدت جلسة مجلس النواب عن بعد، حيث أكدت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب أن هذه الجلسة التي تعقد عن بعد لأول مرة في تاريخ العمل النيابي في مملكة البحرين تأتي تماشيا مع الإجراءات الاحترازية والخطوات الوقائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد. الأخوات والأخوة، تنعقد جلستنا اليوم عن بعد ولأول مرة في تاريخ العمل النيابي في مملكة البحرين في ظل الظروف الاستثنائية التي نمر بها جميعاً، لنؤكد معاً بأن العمل والإنجاز خدمة للوطن والمواطنين، مسؤولية وطنية، ونواصل أداء بكل أمانة تحقيقاً لمزيد من الإنجاز في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. وفي ظل هذا السياق، أود أن أشكركم جميعاً على اهتمامكم لعقد هذه الجلسة عن بعد، وأشكر الأمانة العامة متمثلة بسعادة الأمين العام وجميع منتسبي الأمانة، وأخص بالشكر إدارة تقنية المعلومات التي قامت بإعداد وتنظيم الترتيبات اللازمة، متمنية التوفيق والنجاح للجميع. هذا ووافق مجلس النواب على مشروع قانون الخدمة المدنية بشأن وضع حد أدنى للتدريب الذي يجب على الجهات الحكومية توفيرها لموظفيها، كما وافق على مشروع قانون الإسكان بشأن تمكن المواطن من التصرف بملكه بشرط موافقة وزارة الإسكان، حيث قرر المجلس إحالة المشروعين بقانون إلى مجلس الشورى. هذه تعتبر جلسة تاريخية اللي هي كانت عن بعد، وتم مناقشة حقيقة عندنا مشروعين، مشروع قانون بشأن الخدمة المدنية والمشروع الثاني بخصوص الإسكان. طبعا كانت في أريحية حقيقة في الأخذ والعطاء، ما هناك أي تعطل في الأمر، وعقدنا الجلسة وكل أصحاب السعادة النواب أصحاب المقترحات وأصحاب ما يستجد من أعمال تدخلوا في هذه، وهذه كانت فعلا تاريخية، ونشكر كل إخوان أصحاب السعادة النواب على المبادرة في هذا الأمر. طبعا اليوم الجلسة الأولى لمجلس النواب عن بعد، طبعا المجلس كان حريص على التعامل مع الإجراءات الاحترازية اللي طلعتها الدولة، وطبقنا هذه عن بعد في كثير من أعمال اللجان أيضا واجتماعات مع الحكومة المؤقرة، وصراحة ما كان عندنا أي صعوبات واجهناها مع السادة النواب، لأن أصلا هم كانوا في حملاتهم الانتخابية قبل لا يدخلون المجلس كانوا يتواصلون معنا خبيرهم عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. هذه الجلسة تؤكد حرص السادة النواب على استمرارية العمل النيابي واستعدادهم لأي مستجد ومواصلة إنجاز المشاريع والقوانين التي تصب في صالح الوطن والمواطنين. عقد مجلس الشورى أولى جلسات السلطة التشريعية باستخدام تقنية الاتصال المرئي عن بعد، وذلك في إطار مساندة الإجراءات والتدابير الوقائية ودعم الجهود والمساعي الوطنية المخلصة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وبما يصب في اتجاه تفعيل التعليمات الصادرة عن اللجنة التنسيقية لمكافحة وباء كورونا برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله. عقدت جلسة مجلس الشورى جلستها 26 في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس عبر تقنية الاتصال المرئي، والذي جاء عبر توظيف التقنيات التكنولوجية الحديثة بتوجيه من معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، بهدف الحرص على استمرار أداء المجلس لأعماله خلال هذه الظروف الصحية الاستثنائية التي تمر بها مملكة البحرين. هذا اليوم جلسة تاريخية لأول مرة السلطة التشريعية في مملكة البحرين تعقد اجتماعها عن بعد، وتعلمون أيها الأخوة الأعضاء أن هذه الجلسة أتت نتيجة لما نمر به من هذا الوباء
الذي يتطلب منا اتخاذ إجراءات احترازية حرصا على سلامة الجميع. جلسة مجلس الشورى جاءت مطابقة للدستور والقانون، حيث تعتبر كغيرها من الجلسات التي تعقد، فقد شهدت مداولات ومداخلات لتنتهي الجلسة بالموافقة على المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية، كما وافق المجلس على المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية. أبرز ما يعني ما طرح اليوم في الجلسة وتم مناقشته ومرسومين. المرسوم الأول كان يتعلق بقانون الجنسية البحرينية، بحيث تم تعديل مادة تتعلق بسحب الجنسية البحرينية. بالإضافة كان في هناك قانون آخر، قانون المرافعات المدنية والتجارية، هاي يعتبر نقلة مهمة في سواء في النظام العدلي أو في قانون المرافعات المدنية والتجارية. جلسة اليوم هي تعتبر جلسة تاريخية في تاريخ السلطة التشريعية، بحيث أن أثبتت السلطة التشريعية أن هي قادرة بأن تتواكب مع التقدم التكنولوجي، بحيث أن تدار الجلسة عن بعد بدعم من معالي الرئيس. اليوم الأمانة العامة قدرت بتقديم وتسخير كل الإمكانيات اللي تدعم المشروع هذا الإصلاحي، وتقدم العمل في ظل هذه الظروف الاستثنائية بالشكل اللي قدرنا من خلاله نمشي في المسيرة الإصلاحية وفي هذا العهد الزاهر. والحمد لله كانت الجلسة سلسة، تم مشاركة جميع الأعضاء فيها وممثلي الحكومة، وكانت أداءها طيب، وهذا انعكس من خلال الاستعدادات اللي قامت فيها الأمانة العامة الفترة السابقة في توفير كل الإمكانيات والتقنيات. هذا النجاح الذي تحقق في جلسة مجلس الشورى باستخدام هذه التقنية ما هو إلا تأكيد أن مملكة البحرين تسير قدما في درب التشريع والتطور والتحديث في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى حفظه الله، وبفضل طاقات وطنية سخرت نفسها لخدمة الوطن. وللحديث أكثر حول الجلسة الأولى لمجلس الشورى عن بعد، يسرنا أن يكون معنا عبر سكايب سعادة السيد رضا إبراهيم منفردي، عضو مجلس الشورى. سيد رضا، يعني كيف تقيم تجربة عقد جلسة مجلس الشورى عن بعد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والله في البداية التجربة كانت مميزة جدا وناجحة وفاقت التصورات، يعني لأن كانت التجربة الأولى لنا، فالواحد يعني دائما يفكر أن يمكن هي تكون بعض الإشكاليات، بس الشكر للأمانة العامة عندنا وقسم الاي تي طبعا ما قصروا، والتجربة كانت سلسة جدا وممتازة. طيب أنت كنت مقرر لجنة المرافق العامة والبيئة عند مناقشة عدد من مشاريع القوانين، كيف ترى تعاطي المجلس مع مشاريع القوانين وآلية النقاش وغيرها؟ هاي التقرير اللي قدمناه كلنا مقدمين قبل أسبوعين، وفي هاي الجلسة اللي كانت عن بعد قدمنا جدول المواد اللي كانت فيها 32 مادة. طبعا كان مداخلات كثيرة من الأعضاء والحكومة، وآلية المداخلات كانت سهلة جدا وواضحة للجميع، والمداخلات كانت كل شيء كان واضح من الرئيس ومن الأعضاء كلهم. جميل جدا. طيب ما هي استعدادات المجلس للجلسة التي ستعقد يوم الأحد بإذن الله تعالى؟ طبعا أعتقد يعني المجلس دائما جاهز، بس بالنسبة للاجتماع عن بعد راح يكون أسهل، بما أن احنا التجربة الأولى صارت وكل الأعضاء تعودوا على التطبيق نفسه وعلى النظام وعلى الاجتماع عن بعد، فراح تكون الاجتماع يعني راح يكون سلس في نظري، بما أن حتى الأمانة العامة جميع الموظفين الكل تعود وعرف آلية العمل.
نعم، السيد رضا إبراهيم منفردي عضو مجلس الشورى، شكرا جزيلا لك. في بند الأسئلة النيابية تقدم سعادة النائب دكتور هشام أحمد العشيري بسؤال إلى سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني حول العوائق التي تعيق إدارة التخطيط العمراني بوزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني في إعادة تخطيط وتصنيف مشروع حدائق الدير. كما تقدم سعادة النائب إبراهيم خالد النفيعي بسؤال إلى معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بشأن إجمالي المبلغ الموجود في صندوق احتياطي الأجيال القادمة حول أو حتى نهاية شهر مارس لعام 2020، وما هي الاستثمارات التي قام بها الصندوق؟ ناقشت لجان مجلس النواب في اجتماعاتها التي عقدت عن بعد العديد من القوانين والاقتراحات، وبحثت مع عدد من المسؤولين جملة من الموضوعات. ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب مشروع قانون بتعديل المادة 11 من قانون الخدمة المدنية بشأن توظيف غير البحرينيين في القطاعات الحكومية، وقد قررت اللجنة تعديل صيغة المشروع بقانون وطلب مرئيات ديوان الخدمة المدنية على الصيغة المعدلة. كما قررت اللجنة الموافقة على الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة إلى قانون الخدمة المدنية، والذي يجيز لموظفي الحكومة استخراج السجلات التجارية. ووافقت اللجنة على اقتراحين بقانون بشأن تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وارتأت دمج الاقتراحين في تقرير واحد تم رفعه إلى هيئة مكتب المجلس. من جهتها، شرعت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وقد تركزت النقاشات على المادة 370 التي تنص على أن يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من ينتهك حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد بمختلف الطرق. بدورها، ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض، حيث قررت البت في المشروع خلال الاجتماع المقبل. كما بحثت اللجنة مشروع قانون بشأن تشجيع وحماية الاستثمار، حيث أرجأت البت فيه لمزيد من البحث والدراسة. وناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن تخفيض رسوم الخدمات الحكومية على أسر شهداء الواجب من الدرجة الأولى بواقع 50%، ورفعت طلباتها لعدد من الجهات المعنية لتقديم معلومات أكثر بشأن ذلك. إلى ذلك، عقدت لجنة الخدمات بمجلس النواب اجتماعا عن بعد مع سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم وعدد من المسؤولين في الوزارة، وتناول الاجتماع بحث العديد من التساؤلات التي تؤرق الشارع البحريني، سواء بشأن المدارس والجامعات الخاصة أو بشأن بعض الملاحظات المرتبطة بالتعلم عن بعد. ونقل السادة النواب مطالبات الشارع بتخفيض رسوم المدارس والجامعات الخاصة بنسبة 20-30%، خصوصا مع شمول المبالغ التي يدفعها أولياء الأمور حاليا للرسوم الإدارية والمواصلات والأنشطة الطلابية والمأكولات وغيرها من الأمور التي تنتفي بغياب الطلبة والطالبات عن المنشآت التعليمية. من جانب آخر، بحثت اللجنة النوعية الدائمة للمرأة والطفل بمجلس النواب مع وفد من المسؤولين والمستشارين بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف مشروع قانون بإصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، حيث تم إجراء قراءة نهائية في مواد المشروع وإضفاء تغييرات بسيطة عليه تمهيدا لإحالته لهيئة المكتب من أجل عرضه للمناقشة في جلسات مجلس النواب القادمة. لجان مجلس الشورى أيضا بحثت في اجتماعاتها التي عقدت عن بعد عدد من المشروعات والاقتراحات بقوانين المحال إليها من المجلس.
عقدت 5 لجان بمجلس الشورى اجتماعاتها خلال الأسبوع الماضي، وحرصت على الاستمرار في عقدها عن بعد باستخدام تقنية الاتصال المرئي، وناقشت من خلالها عددا من مشروعات القوانين والموضوعات المحالة إليها. فمن جهتها بحثت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في اجتماعها مشروع قانون بشأن التطوع لخدمة الأمن العام، والذي يهدف إلى تنظيم أحكام التطوع الاختياري لخدمة الأمن العام، وتفعيل الشراكة المجتمعية بإتاحة الفرصة لمشاركة الجهود الأهلية في خدمة الأمن العام، حيث يأتي هذا المشروع في وقت تحتاج فيه مملكة البحرين إلى تضافر الجهود والتكاتف والتعاضد لتحقيق المزيد من المنجزات الأمنية وتعزيز الاستقرار المجتمعي، وخصوصا مع تنامي الوعي المجتمعي في ضرورة التعاون مع مختلف الجهات لمكافحة فيروس كورونا. فيما أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى في اجتماعها على دستورية وقانونية مشروع قانون التطوع لخدمة الأمن العام، حيث نظرت اللجنة في مشروع القانون وأهدافه ومبرراته، وقررت رفع رأيها القانوني بشأنه إلى اللجنة المختصة في المجلس. وخلال اجتماع عقدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، بحثت اللجنة البيانات المالية لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 من ديسمبر من العام 2019، والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية. كما أنهت اللجنة مناقشة مسودة تقريرها حول قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون باستبدال البند باء من المادة 16 من المرسوم بقانون بشأن الميزانية العامة، حيث قررت رفع تقريرها النهائي بشأنه لهيئة مكتب المجلس. فيما قررت لجنة الخدمات رفع 3 تقارير لهيئة مكتب المجلس بشأن كل من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي. أما لجنة المرافق العامة والبيئة فقد واصلت خلال اجتماعها بحث قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون باستبدال المادة 7 من المرسوم بقانون بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية. كما ناقشت اللجنة مشروع قانون بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، وقررت مواصلة بحثهما في اجتماعاتها المقبلة. وافق مجلس النواب في جلسته السابقة على تعديل قانون الخدمة المدنية الذي يتعلق بساعات التدريب للموظف الحكومي. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة النائب الدكتور هشام العشيري. أهلا وسهلا بك. أهلا مرحبا. الله يسلمك. حدثني أكثر عن مضمون هذا التعديل إذا سمحت. الله يسلمك. طبعا هذا التعديل في القانون، قانون الخدمة المدنية، هو تم إقراره في دور الانعقاد الفائت وتم إرساله لمجلس الشورى ورجع لنا حق مجلس النواب مرة ثانية. مضمون هذا التعديل هو وضع حد أدنى للتدريب الذي يجب على الجهات الحكومية توفيره لموظفيها، بحيث لا يقل عن 30 ساعة سنويا، بحيث أن يكون أي موظف في القطاع الحكومي يحصل سنويا على تدريب ما مدته 30 ساعة كحد أدنى. جميل. طيب كيف سينعكس هذا التعديل على جودة العمل في الجهات الحكومية بالتحديد؟ طبعا الانعكاسات أكيد راح تكون إيجابية. الكل يعرف أن تحديث المهارات لازم تكون بشكل مستمر للموظفين القطاع الحكومي. لما أنا أحدث الموظف، أحدث مهاراته، أطور كفاءته، أكسب هالأشياء الجديدة والحديثة، راح تنعكس على الأداء الحكومي، راح تنعكس على المخرجات في العمل الحكومي. والآن نقدر نلاحظ هذا الانعكاسات في ظل أزمة مرض الكورونا، بعيد الشر عنكم، اللي قاعدة تجتاح العالم هذا بالكامل. إن البحرين لولا التدريب اللي كان موجود قبل واللي احنا نتمنى أنه يستمر ويكون إجباري إلى كل الموظفين، لما استطاعت إن هي تكون من مقدمة البلدان اللي استطاعت إن تحد من انتشار، خصوصا في القطاع الصحي وكذلك في قطاع التعليم. الآن عندنا التعليم، الآن كل المدارس الحكومية والخاصة بدأت إن
توصل التعليم إلى الطلاب عن طريق التعلم عن بعد. هذا ما يكون فقط من خلال إكسابهم إياه، إكسابهم حق المدرسين أو الموظفين من خلال التأهيل الأكاديمي، لكن من خلال التدريب المهني الذي يتعرضون له بشكل مستمر. نعم دكتور هشام، يعني راح أكون أكثر صراحة معك، يعني في السابق رفض يعني مجلس الشورى التعديل على القانون، لكن مجلس النواب أصر عليه، ما هو السبب وراء هذا الإصرار؟ طبعا احنا أصرينا عليه، أنا اطلعت على المبررات اللي ساقها مجلس أعضاء مجلس الشورى في رفضهم لهذا، مع احترامي لكل القرارات اللي يعني المبررات اللي ساقوها في الرفض وهذا حقهم، لكن احنا كنواب للشعب احنا نوصل صوت الشعب، احنا هدفنا ان يكون المواطن البحريني هو محور العملية، أساس التطوير، الاستثمار في العنصر البشري هذا هدف أساسي في رؤية البحرين في توجهات الحكومة وقيادتها، فاحنا اصرارنا عليه لاننا فعلا نؤمن ان التدريب وتطويره والاكتساب للمواطن البحريني الكفاءات راح يكون هدف اساسي. الان انا عندي في القطاع الحكومي عدد كبير من الاجانب، متى اكثر ان استغني عن هذه الفئه من الاجانب واقوم بعمليه احلال للموظف البحريني من خلالها؟ الا من خلال شنو؟ لما اكسب البحرين المهارات بحيث يكون قادر على اخذ هذه المبادرة وياخذ مكان الأجنبي. فإحنا أصرارنا لأن نحن مؤمنين أن يجب أن يكون البحريني يتم تطويره ونستثمر فيه. طيب أيضا بعض العقليات ترى أن تحديد ساعات تدريب لكل موظف حكومي قد يؤثر سلبا على سير العمل، ما رأيك في هذا؟ لا نهائيا، يعني خلينا ناخذها بحسبة بسيطة. طبعا آليات التدريب وتقنيات التدريب تغيرت، مو مثل قبل، الآن في تدريب إلكتروني، يعني أن الموظف يقدر يخضع لتدريب وتطوير من خلال وسائل التقنيات الحديثة في أي مكان وفي أي وقت. لو نأخذ 30 ساعة ما تتعدى، الآن مثلا عندنا معهد الإدارة العامة، نأخذ كمثال، هو معهد الإدارة العامة لتدريب موظفين حكوميين، لو نأخذها كمثال، موظفين الإدارة العامة أو الموظفين الحكوميين لما يروحون معهد الإدارة العامة يخضعون يوميا ما لا يقل عن 6 ساعات تدريبية، يعني 6 ساعات في 5 أيام، 5 أيام عمل من عمر الموظف، هل هذه بتعيق العملية الأداء الحكومي؟ راح تعيق العمل الحكومي نهائيا. وفي التدريب الداخلي، في تدريب خارجي، في تدريب إلكتروني، في عدة وسائل، فنهائيا هذه الرد على هذا المبرر بسيط وسهل، أن نهائيا لن يتوق إليه يكون أي عائق للعمل الحكومي. وضحت الصورة بتأكيد. كنت معنا عبر الهاتف سعادة النائب دكتور هشام العشيري، شكرا جزيلا لك. يناقش مجلس الشورى في جلسته 27 يوم غد الأحد والتي ستعقد عن بعد مشروع قانون بشأن التطوع لخدمة الأمن العام المرافق للمرسوم رقم 41 لسنة 2019، وذلك في ضوء التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس بشأن المشروع. وأوصت اللجنة في تقريرها بالموافقة على مشروع القانون. وللحديث حول هذا المشروع يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف سعادة السيد علي عبد الله العرادي، عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى. أهلا وسهلا بك. مساء الخير أستاذة، وانتهز هذه الفرصة كذلك أمسي بالخير عليك وعلى السيدات والسادة المشاهدين. طيب حدثني أكثر سعادة عضو مجلس الشورى عن أهداف هذا المشروع بقانون. شكرا أستاذة. طبعا يعني وقبل أن أدخل بالأهداف، يعني أود الإشارة بأن العمل التطوعي ليس بغريب على شعب البحرين، الأمثلة على ذلك كما تعلمين عديدة، يمكن ليس آخرها من تطوع مع الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا، وإذا لاحظت بأن الذين سجلوا في المنصة الوطنية خلال الساعات الأولى فقط تجاوزوا 12,000، أتذكر كان التسجيل يمكن في 15 مارس، وخلال يمكن أسبوع من ذلك التاريخ وصلوا إلى 30,000، واليوم أكيد العدد تجاوز ذلك بكثير، وهذه يعني أعتقد هي سمة لشعب البحرين، لأن شعب البحرين دائما وقيادة البحرين قبل ذلك عندها هذه الروح الوطنية المعطاءة التي يعني تؤمن بما نسميه التكاتف والتعاضد لمواجهة أي تحدي ممكن أن تمره البحرين، تمر به يعني مملكتنا الحبيبة أو تمر به المنطقة. نعم. المشروع يعني وبالعودة إلى سؤالك، هذا المشروع الذي يعني يعنى بموضوع مهم
هو موضوع وطني وهو تطوع لخدمة الأمن العام، يؤكد كذلك على أن هناك الكثير من الجهود الوطنية التي ممكن أن يعني تستخدم وتسهم في تعزيز الخدمات الأمنية، لأن هذه الخدمات في النهاية تهدف إلى أمن واستقرار البحرين، وهي كذلك يعني خدمات تفعل ما نطلق عليه نحن اليوم يعني الشراكة المجتمعية، بمعنى أنها تتيح فرصة لمشاركة الجهود الأهلية في خدمة الأمن العام. هذا القانون أمانة يعتبر دعم جديد لقوات الأمن العام، وأكيد هذا القانون سيؤدي إلى مساندتهم أثناء تأدياتهم لواجباتهم ومسؤولياتهم، وهم يقومون بالفعل بمهام وواجبات أمانة. نعم. كيف سيساندهم؟ يعني أنا حابة إذا سمحت يعني اسمح لي سيد علي أن أتحدث معك يعني شوية تفاصيل، كيف سيخدم هذا المشروع المتطوعين؟ شكرا، أعتقد سؤال جدا مهم. أمانة هذا القانون هو في الأساس هو عبارة عن قانون ينظم كيف يتم التطوع الاختياري لخدمة الأمن العام، بمعنى هذا القانون يجيز لوزارة الداخلية أن تقبل متطوعين يعملون في خدمة الأمن العام. حدد هذا القانون شروط يعني يجب أن تتوفر في الذي سيقبل كمتطوع، كأن يكون على سبيل المثال بحرين الجنسية، وحدد يعني شرط العمر ب 21 سنة على يتعارض عمله مع العمل الأساسي المتطوع وغير ذلك. هذا القانون سيعطي فرصة كبيرة جدا للمواطنين والمواطنات في أن ينخرطوا في العمل في قوات الأمن العام. نعم. بمعنى هذا القانون سيعطيهم فرصة كذلك لكي يبينوا يعني ولاءهم الوطني وانتمائهم الوطني الأكيد، وأي كذلك أن يفعلوا ما نسميه الشراكة المجتمعية أو ممكن أن نطلق عليه كذلك المسؤولية الجماعية المشتركة. صيانة وحفظ أمن البحرين في ابتداء وانتهاء أكيد تقع على قوات الأمن العام، ولكنها كذلك واجب على الكل. هذا القانون سيعطي الجميع فرصة لكي ينخرط في هذا العمل وفي هذا الواجب. إذن أنت ترى لتوضيح الفكرة أكثر للسادة المشاهدين أن هذا المشروع سيدعم من الجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية لتعزيز الأمن والاستقرار في مملكة البحرين خصوصا في هذه الفترة. طبعا سيدعم، ولكن أكثر والأكثر من ذلك أنه سيعطينا نحن المواطنين المدنيين فرصة لكي نشارك يدا بيد مع قوات الأمن العام المحافظة على البحرين. هم أدوا واجب كبير ويؤدون واجب كبير، وهذه فرصة كذلك لكي نوجه لهم تحية كبيرة لكل منتسبي الأمن العام وعلى رأسهم معالي وزير الداخلية. هذا القانون سيعطي فرصة للجميع لكي يعني إذا انطبقت عليه الشروط طبعا لكي يتطوع اختياريا ويخدم الأمن العام. القانون كما أشرت يمكن في البداية هو أكيد قانون يعني تنظيمي، بمعنى هو يحدد من هؤلاء المتطوعين، ما هي الشروط التي يجب أن تتوافر فيهم، كيف ستكون علاقة العمل التعاقدية بينهم وبين جهة العمل هنا. يتحدث القانون كذلك عن مهامهم، مجالات مهامهم. يتحدث القانون عن تدريبهم وتأهيلهم، كيف يتم هذا التأهيل والتدريب. يحدد القانون كذلك التزامات أي متطوع اختياريا، وكذلك كيف سيقوم بهذا العمل وغير ذلك. هو قانون تنظيمي. أتصور كذلك بأن القانون يعني للأمانة يعني فيه الكثير من الإيجابيات، يمكن من أهمها كذلك يعني غير بأنه يساعد في تعزيز دور يعني قوات الأمن العام، يشكل إسناد مباشر إلى منتسبي وزارة الداخلية، يعطي فرصة للمتطوع بأن يخدم وطنه. بالإضافة إلى ذلك هذه الخدمة لا تكون مجانية، هذه الخدمة يؤديها. وأتصور بأن القانون قد يعني المشروع قد أصاب عندما أيضا أشرك القطاع الخاص في تحمل جزء بسيط اللي هي 30% أسوة بقانون الاحتياط في قوات دفاع البحرين. وكذلك من يتطوع يكون له الأولوية لو قرر بعد ذلك أن يتقدم ويلتحق بالعمل لدى يعني وزارة الداخلية. هذا القانون أمانة قانون تنظيمي متكامل حقق جميع أركان العلاقة بين قوات الأمن العام وبين المتطوعين. نعم. حددها بشكل صراحة لا يقبل أي جدل، وهو قانون أمانة متطور وقانون أمانة يعني جدير بمملكة البحرين، وإن شاء الله يعني
نتطلع الى ان يقره مجلس الشورى ويرى النور قريبا يعني باذن الله تعالى. بالتاكيد نعم وضحت الصوره. سيد علي العرادي عفوا عضو لجنه الشؤون الخارجيه والدفاع والامن الوطني بمجلس الشورى، شكرا جزيلا لك. وبهذا أعزائي المشاهدين نصل إلى نهاية هذا الموسم من برنامج في المجلسين، وتشرفت بمتابعتكم. نأمل أن نلقاكم بإذن الله في مواسم مقبلة. إلى ذلك الحين نستودعكم الله.